مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. وبالضبط من أمام مسجد الشهداء، مسجد الشهداء المسجد المجاور لمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء. مقبرة الشهداء اللي فيها عدد كبير من الموتى المسلمين وعدد كبير من الشخصيات المعروفة، سواء رجال أو نساء، معروفين على الصعيد الوطني بل العالمي. في هذه المناسبة وفي هذه الليلة المباركة كنقول الله يرحمهم جميعا، نساء ورجال، الله يرحمهم، الله يجعل مثواهم الجنة، الله يجعل القبور ديالهم روض من رياض الجنة، الله يصبر الأهل والأحباب والأقارب ديالهم، الله يرحم كل من له شي ميت هنا في هاد، شي فقيد هنا في هاد المقبرة، الله يرحمه والله يجعل مثواه الجنة. بعد قليل سنقول لكم مشاهدينا الكرام مباشرة على قناة الشعب، قناة شوف تي في، أذان صلاة الفجر مباشرة من مسجد الشهداء بمدينة الدار البيضاء. خالد قال الله يرحم، امين يا ربي خويا ياسين، يا ربي امين، الله يرحم جميع الموتى، نساء ورجال، اطفال، شيوخ، اللي عنده شي حد هنا في مقبرة الشهداء الله يرحمه، الله يرحم جميع موتى المسلمين بما فيهم الاب والام ديالي الله يرحمهم. وقبل الاذان لا باس اننا نقرأ الفاتحة ترحما على ارواح جميع الموتى المسلمين وخصوصا المتواجدين هنا بمقبرة الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إذن لحظات وغادي نستمع وإياكم إلى أذان صلاة الفجر مباشرة على قناتكم شوف تي في. وفي انتظار رفع الأذان نتمنى تقولوا لنا من اي مدينه او من اي دوله كتابعوا هذا المباشر، واش عندكم شي ميت او شي فقيد او فقيده هنا بمقبره الشهداء بمدينه الدار البيضاء. الله اكبر.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تقبل الله صلاتكم وصيامكم. مشاهدينا الكرام، كان هذا أذان الفجر، نقلناه لكم مباشرة على قناتكم شوف تيفي، مباشرة من مسجد الشهداء بمدينة الدار البيضاء. قبل الختام أو اختتام هذا المباشر، غادي نعاود نطلب منكم أنكم تقرأوا الفاتحة أو نقرأوها جماعة على الأرواح الطيبة والزكية المتواجدة هنا بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.